السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. في فيديو اليوم سنتطرق للدرس الثامن وهو الدرس الرابع والأخير في الوحدة الثانية المرجع فضاء الرياضيات للمستوى الأول. إذا نبدأ على بركة الله. عنوان درسنا لهذه الحصة مقارنة وترتيب الأعداد من 1 إلى 9. مقارنة وترتيب الأعداد من 1 إلى 9. أهداف التعلم مقارنة وترتيب الأعداد من 1 إلى 9 وترتيبها بدون رموز ثم باستعمال الرموز. إذا أكشف أتمرن. إذا أحيط بخط مغلق الأطفال الواقفين. إذا أحيط بخط مغلق الأطفال الواقفين. أحيط بخط مغلق الأطفال الجالسين. كذلك بخط مغلق الأطفال الجالسين. أكتب عدد كل مجموعة في مكانه. إذا العدد الأول 1 2 3 4 5 5 أطفال. المجموعة الثانية 1 2 3 4 4 أطفال. إذا لدينا الرمز. الرمز يشير إلى الأصغر. إذا الرمز أصغر. إذا 4 أصغر من 5. يجب أن نعرف شيئا، أن الرمز دائما يتجه إلى العدد الأكبر كفمي التمساح. دائما الرمز يتجه إلى العدد الأكبر كفمي التمساح. 4 أصغر من 5. أعد وأكتب عناصر كل مجموعة. أحيط بخط أكبر العددين. إذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عدد الأرانب 9. 1 2 3 4 5 6 7. عدد الكلاب 7. إذا أكبر عدد هو 9. تمرين رقم 3. أعد وأكتب عناصر كل مجموعة وأحيط بخط أصغر العددين. إذا المطلوب هنا في هذا التمرين أن نعد ونكتب عناصر كل مجموعة ونحيط هذه المرة أصغر العددين. إذا عدد الأبقار 1 2 3 4 5 6. عدد الغنم 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا ما هو أصغر العددين؟ هو 6. 6 أصغر من 8. تمرين 4. أعد وأكتب عدد عناصر كل مجموعة وقارن كل عددين باستخدام الرمز أصغر أكبر أو تساوي. إذن 1 2. المجموعة الأولى 1 2 3 4 5. المجموعة الثانية 1 2 3 4 5 6 7. إذن 5 أصغر من 7. لاحظوا معي الرمز يتجه إلى العدد الأكبر. المجموعة الأولى 1 2 3 4 5 6. المجموعة الثانية 1 2 3 4 5 6. إذا 6 تساوي 6. إذا هناك تساوي. المجموعة الأولى 1 2 3 4 5 6 7 8. المجموعة الثانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا 9. إذا 9 أكبر من 8، بالتالي 8 أصغر من 9. إذا لاحظوا معي الرمز يتجه إلى العدد الأكبر كفمي التمساح. التمرين الخامس. أستعمل الشريط العددي وأكتب كل عدد. إذا 1 2 2 تليها 3. 2 3 4. إذا لدينا 5، قبل 5 هناك 4 4 5 6. لدينا 8 9. إذا قبل 8 هناك 7 7 8 9. إذا 8 9. هناك العدد 10 ولم نتعرف بعد على العدد 10. 1 2 3 2 3 4 4 5 6 7 8 9. أتابعوا كتابة الأعداد وتلوين الأقراص. إذا 8 1. سأبدأ من البداية. 1 2 3. نقرأ السلسلة. 3 4 5 6 7. إذا هنا 7. إذا 8 1 زائد 1 2 3 4 5 6 7 زائد 7.
واحد اثنان، اثنان زائد واحد اثنان، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. عفوا هنا قرص بالأخضر وثمانية أقراص بالأحمر، قرص بالأخضر واحد وثمانية أقراص بالأحمر، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. نفس الشيء قرصين بالأخضر وواحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بالأحمر، ثلاث أقراص بالأخضر وست أقراص بالأحمر، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، أربعة أقراص بالأخضر وخمسة أقراص بالأحمر، خمسة أقراص بالأخضر وأربعة أقراص بالأحمر، ستة أقراص بالأخضر وثلاثة أقراص بالأحمر. هنا سبعة أقراص بالأخضر، إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وقرصين بالأحمر. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. أكتب الأعداد الناقصة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. أكتب عدد الفواكه وأقارن كل عددين، إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست تفاحات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمان موزات، إذا ثمانية أكبر من ستة، إذا الرمز التجئي العدد الأكبر، ستة أصغر من ثمانية، إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تسع تفاحات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست موزات، إذا تسعة أكبر من ستة. لاحظوا معي دائما الرمز يتجه إلى العدد الأكبر كفم التمساح. أستثمر أكمل كتابة الأعداد، إذا لدينا واحد أصغر من اثنان، اثنان أصغر من ثلاثة، ثلاثة أصغر من واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة أصغر من واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، خمسة أصغر من واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة أصغر من واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة أصغر من واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا لاحظوا معي كل مرة نضيف مكعبا، ثمانية أصغر من تسعة، دائما نضيف مكعب عند الانتقال. تمرين رقم اثنان، أكمل كتابة كل عدد وكل رمز مناسب، إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، إذا تسعة أكبر من ثمانية، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذا هذا لدينا الترتيب التزايدي، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، التمرين الثالث، أكتب عدد كل مجموعة فراخ وأقارن العددين باستعمال الرمز المناسب، المجموعة الأولى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، المجموعة الثانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذا سبعة، تسعة أكبر من سبعة. أتمرن من جديد، أكتب العدد تحت كل بطاقة وأقارن العددين بوضع إحدى الرموز أكبر أصغر عفوا أكبر أو تساوي، إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، إذا ثمانية أصغر من تسعة. لاحظوا معي الرمز يتجه إلى العدد الأكبر، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. عدد التساقط في المجموعة الثانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذا سبعة تساوي سبعة. التمرين الثاني، ألون أكبر عدد في كل حالة، لدينا خمسة ثمانية، أكبر عدد هو ثمانية، اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة
2 7 4 اذا اكبر عدد هو 7. ستة خمسة تسعة ثمانية أكبر عدد هو تسعة. ثلاثة اثنان أربعة ستة خمسة أكبر عدد هو ستة. ثمانية الثالث والأخير ولون البطاقة المناسبة. إذن عدد الأحصنة أكثر من عدد البقرات أو بقدر عدد البقرات أو أقل من عدد البقرات. إذن سنحسب عدد الأحصنة. إذن عدد الأحصنة 1 2 3 4 5 6 7 وعدد البقرات 1 2 3 4 5 6 7. إذن عدد البقرات أيضا 7. إذن عدد الأحصنة بقدر عدد البقرات ليس أكثر أو أقل. إذن عدد الأحصنة بقدر عدد البقرات. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.